السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو اللي فات شفنا ازاي نقدر نكرييت بوينتس بطريقة اسهل شوية، بان احنا نكرييت كلاس والكلاس ده نعمل فيه static methods باستخدام الفاكتوري ديزاين باترن اللي اتكلمنا عليها. لو حابب تعمل ريفريش وتفتكر الكلاسز ازاي بنكرييت كلاسز وازاي بنكرييت static methods وميثودز عادية، ممكن ترجع لسلسلة الـ Programming for Architects البلاي ليست اللي على اليوتيوب. دلوقتي عايزين برضو نشوف احنا ممكن نعمل برضو نفس البوينت بس بطريقة أسهل من اللي فاتت شوية. إزاي؟ بإن أنا ممكن أكريت ميثود على طول بدل ما كرييت كلاس كامل، لا أنا هكريت ميثود بس. خلونا نشوف دي ممكن نعملها إزاي. الفكرة هنا ان انا بدل ما انشيت كلاس، انا كل اللي انا هعمله ان انا اكريت الميثود على طول. فعلشان اكريت ميثود هقول له على طول بوينت 3 دي، هدي الميثود دي اسمه وليكن كرييت بوينت، وهاجي جوه اقول له دبل اكس ودبل واي ودبل زد، وهاجي جوه الميثود هقول له ريتيرن new point 3D x y و z. تمام. لو جيت هنا الاول عملت run الكود ما فيهوش اي مشكلة عندي، بس ما فيش حاجة ظاهرة لان انا ما حطيتش في الاوتبوت النتيجة. دلوقتي علشان اكريت البوينت هلاقي ان انا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اقول له create point واكتب له ال x وال y وال z بتاعتي، هلاقي البوينت ظهرت لي هنا على طول عند 9 و2 و0، وهلاقي ان البوينت بتتحرك برضو لما اغير النمبر سلايدرز، وهلاقي ان فعلا اللاين اوف كود ده بقى ابسط بكتير قوي من الطريقتين اللي فاتوا اللي احنا كنا بنشتغل بيهم، صح؟ ممكن احب بقى اعمل اوفرلودز للميثود اللي انا عملتها دي، فبدل ما ادخل الاكس والواي والزد اكريت بوينت بان انا مثلا ادخل فيكتور او ادخل اجيب حاصل الطرح بتاع نقطتين مثلا، او ان انا لو عايز فرضا عايز اجيب الاوريجن فممكن على طول اقول له point 3D create point، بس مش هكتب حاجة جوه الاقواس لان انا عايز في الاخر return الاوريجن، صح؟ فهقول له return point 3D dot origin بس كده. تمام. دلوقتي وانا بكتب الكود ده هلاقي ان هنا لو كتبت CRTPT هلاقي ان انا بقى عندي اتنين overloads، يا اما ال x وال y وال z، يا اما هيقول لي هنا لان انا معرفتش ومديتش شرح لل overload دي بتعمل ايه، هلاقيه بس هو حاطط لي قوسين وقفلهم بالشكل ده. دلوقتي لو جيت سبت ال a ب CRTPT x y وال z وجيت عملت التانية اللي هو بس مجرد ان انا فتحت القوسين وقفلتهم وجيت قلت له run، هلاقي ان اداني بوينت بالفعل عند الاوريجن. فكده بقى عندي طريقه سهله اسهل من ان انا اكتب point 3d dot origin. انا دلوقتي كتبت بس خمس حروف بدل ما اكتب point 3d dot origin، الكود بقى اسهل بكتير. كل دي طرق بتستخدم لتسهيل عمليه الكودينج، ودي بتبقى المرحله الثانيه بعد تعلم البيزكس بقى ازاي لما اجي اعمل كود الكود ده يبقى بسيط ابسط ما يمكن، اللاينز بتاعته بسيطه. ودايما علشان كده الكلاسز والميثودز هي الطريقه الامثل في الكودينج عموما، سواء بنتكلم على سي شارب سواء بنتكلم على بايثون سواء بنتكلم على اي لغه برمجه، دايما الكلاسز بتساعد كتير جدا في تقليل كميه الكود اللي احنا بنكتبه في البروجرام بتاعنا. نقدر نسميها كده مثلا البروجرام اوبتمايزيشن، احنا بنوبتمايز الكود بتاعنا علشان نقلل كميه الكتابه اللي فيه ونخليه مقري واسهل بكتير في القرايه. لو حد غيري هياخد الكود بتاعي يكمل شغل عليه، سواء انا سبت الفايل ده ورجعت له بعد كام يوم، اقدر ببساطه مع الكومنتنج طبعا ان انا اقرا وافتكر انا عملت ايه، والاقي ان الكود بدل ما اضطريت اكتبه في 2000 ولا 3000 لاين، لا انا كتبته في 100 لاين بس مثلا.
شكرا واشوفكم الفيديو اللي جاي.